يمكن هيدا أول مرة بيتلاقوا اللبنانيين على مرشح واحد للتصويت إلو من دون نزاع أو صراع أو اختلاف بالرأي. مغارت جعيتا يلي دخلت بالمرحلة النهائية للتصويت لدخولها في سباق عجائب الدنيا السبع. سياسيين، فنانين، صحفيين، كلهم تلاقوا لهدف واحد، التصويت لجعيتا. أنا مش مفروض لا أنا أقنعهم ولا الوزير بارود ابن جعيتا ولا حدا يقنعهم. كل لبناني إذا يعتبر حاله لبناني على الهوية من واجباته أنه يصوت، مش مفروض نحن نعمل كامباني ونعمل ونحرك الناس. أنا بدعي كل اللبنانية وولاد كسروان بالتخصيص يجوا صوتوا مغارد جعيتا، شباب وصبايا ورجال وختارية. بير البترول بيفضى يوم من الأيام، بس جعيتا رح تبقى إلى الأبد. لازم كلنا نعرف قيمتها ونصوت لها. والمغارة نعمة من الله لإلنا، وعنا فرصة لحتى هالمغارة تكون رائعة مروعة الدنيا السبعة، وبدها شوية جهد منا. أنا بترجى كل اللبنانيين حافظوا على بلدهم، يحافظوا على هالنعم ويصوتوا للمغارة. أنا اليوم بتمنى من كل اللبنانيين يصوتوا للمغارة جيدة، مش بس لأنه الصوت يؤدي تيودي بلبنان، ولكن كمان عالميا ودوليا. اليوم بحاجة نحن لصوت كل واحد لنخلي لبنان يرجع يصير على الخارطة السياحية العالمية. ما بدي أقول اللبنانيين هنا عم بيقولوا لنا إنه محمسين أكثر من الكل، واللبنانيين معتبرين إنه هيدا استحقاق انتخابي، بس مش مثل الاستحقاقات اللي بيعرفوها ومعودين عليها. وأنا شعوري إنه اللبنانيين رح يفاجئوا كتار بقدرتهم على إنه رغم عددهم القليل ورغم بلد مساحته صغيرة رح يفاجئوا كتير ناس بحماستهم للتصويت. أنا بتمنى إنه يصوتوا لجعيتا من كل قلبي، لأنها بتستاهل جعيتا أصلاً، وهالأرض الصخبة وهالأرض الصلبة من لبنان والطبيعة النادرة يلي كلها فن. لبنان بيصدر فنانين، فهالقطعة الفنية لازم يشوفها كل العالم. فمن هيك بقلن انه صوت رجعيتا لتصير من عجائب السبعة. 1070 رقم كتير سهل، وكلفة الرسالة 10 سنت، أي بس ما يعادل 150 ليرة لبنانية. والأهم بالتصويت لمغارة جعيتا صاروا اللبنانيين كلهم صوت واحد من القلب. وهلأ بعد فيكن ما تصوتوا؟